ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا مفاجأة قوية جدا، وهي لحظة استقبال العيلة من العمرة ورد فعل كل العيلة على وصولهم وفرحة كبيرة، بجد مؤثر جدا. واخيرا ندى حمو ظهرت ورد فعل مكة لما شافت برنس مصر، وهنشوف أمنية القوة كانت مستنية مين أكتر واحد في العيلة كان وحشها. وأخيرا هنعرف ليه مستر أحمد كان قاعد في شقة حودة وحكاية الشقة الجديدة. فيديو اليوم حلو جدا وكله فرحة وحماس، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بمستر أحمد وحقيقة الشقة الجديدة، وكمان هنجاوب على سؤال ليه مستر احمد كان قاعد في شقة حودة طول مدة السفر. والحقيقة طول سفر العيلة كان بيصلح مستر احمد في شقته وكمان بيجددها، عشان كده كان مشغول جدا، حتى ما كانش بيشارك فلوجات خالص على القنوات. بمناسبة الشقة الجديدة، استنوا فلوج قوي جدا لمستر احمد في الشقة الجديدة وهي شقته بس بعد ما تجددت. زي ما قلت الفيديو اللي فات هيكون فيه مفاجآت كتير جاية من العيلة. ودلوقتي تعالوا نشوف فرحة العيلة ورد فعل بيبي مكة لما شافت برنس مصر، وكمان كل العيلة في استقبال الحجاج. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. العيلة وصلت امبارح المغرب وفضلوا في العمرة 15 يوم، ولحظة استقبال الأميرة فيروز كانت مستنية سلمى وآية. تعالوا بقى لأمنية القوة وإيه كان شعورها في اللحظة دي. أمنية كان عندها مشاعر ملخبطة، كانت عاوزة تحضنهم كلهم، وكلهم كانوا وحشينها وبالذات حودة وآية وكمان غزل. ومستر أحمد كان أكتر حد وحشه هي الحاجة هند وكمان حودة. طبعا برنس مصر كانت وحشاه كوكي جدا وندى مراته. واخيرا جت اللحظه المنتظره في استقبالهم مستر احمد، وقد ايه كانوا فرحانين جدا. يا رب دايما نشوفهم فرحانين. مستر احمد بجد عسول جدا لانه نظف الجنينه وجهز الفيلا في استقبالهم، وكمان نظف شقه حوده لانهم كانوا قاعدين فيها، وكمان شقه الحاجه هند لانها كانت مفوله بقالها كتير. في كمية حماس مش طبيعية في الفيديو ده. العيلة كلها وعمو صالح كان في استقبالهم، واوعوا تنسوا كوكي كانت مستنية معاهم برنس مصر بفارغ الصبر، بس ندى ما نزلتش عشان الحمل، واول واحد فتح العربية هو برنس مصر. كوكي يا روحي كانت مستنية برنس مصر واحلى حضن المكة من محمد. لها وحشتيني قوي يا مكة، وقالت له فين شعرك؟ قال لها انا كنت بصلي وبعمل عمرة. احلى لحظة لما حودة حضن عمو صالح هو وبرنس مصر، كلهم بيحبوا عمو صالح جدا، ربنا يخليه ويديه الصحة. اي احلى كانت فرحانة قوي بتيتو امنية، وما ننساش عمو صالح سلم على ابله هند وقال لها الحمد لله على السلامة يا هند. وبيبي حياة حضنت صالح وكانت فرحانة قوي بوصولهم. ملحوظة مهمة جدا، حودة قال ابعدوا أصالة عن يزن لأن يزن كان تعبان جدا وسخن، ربنا يشفيه ويعفو عنه، ياريت كل الفانز يدعيله. مستنيين ندى مرات محمد، لكن شاورت لنا من البلكونة وكانت بتبص عليهم. ندوشة كانت لابسة اسدال، والمفاجأة اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات اننا هنشوف ندى حمو في العزومة. مستر احمد عامل عزومة لكل العيلة بمناسبة استقبالهم من العمرة، وهيكون فيها مفاجآت كتير لكل الفانز. اخر حاجة في الفلوج اليوم، عمو صالح كان نفسهم يكون معاهم في العمرة، هو قال ان العمرة صلاة وبس، وقصده ان مفيش تصوير عشان كده ما راحش معاهم. عمو صالح الجمل كان حلم حياته يكون عنده محل صغير جنب الكعبة، بيع فيه سبح وطواقي ويصلي كمان في الكعبة، ربنا يحقق له أمنيته. وأخيرا نحب نقول لكل عيلة الجمل الحمد لله على سلامتهم وعمرة مقبولة إن شاء الله. يسأل عن الفلوج ده هيكون فين؟ الفلوج ده نازل عند ندى وأحمد، روحوا شوفوه. واحنا قلنا بس المهم في الفلوج، واكيد كل الفانز دلوقتي عرفوا احنا بنحب عيلة الجمل ليه. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو ظهر اسم ندى في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز.
وهنا وصلنا للنهاية. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. بحبكم جدا. مع السلامة.